يعني لا شك أننا أمام ملف معقد، وبالتالي سيحتاج ربما لشرح سياق هذا الحديث بكلمات قليلة وإن كانت ضرورية كتقديم له. أولا، الدولة اللبنانية منذ العام 2011 فشلت، كما فشلت في إدارة كل الملفات الداخلية في لبنان، فشلت في إدارة هذا الملف وتنازلت في أماكن عدة عن صلاحياتها السيادية لناحية وقف العد وعدم وجود أي خطة. هذا مرتبط بأداء السلطة في كافة الملفات. طبعا الجميع ربما في وقتها كان يعتبر أن الأزمة سريعة جدا وستنتهي، كل طرف كان يراها لصالح طرف بعينه. مع الوقت بات واضحا أن الدولة اللبنانية اليوم تحاول في كل مرة يكون هنالك اقتراب لمؤتمر دولي، ونحن نتحدث على أعقاب مؤتمر بروكسل باجتماع أول في آخر هذا الشهر واجتماع ثاني الوزاري في آخر شهر أيار، تعتمد هذه السياسة. لا وجود لأي خطة، لا وجود لأي تصور، هي فقط نوع من التعبئة لحشد نوع من المال ولا يوجد أي خطة. في المقابل علينا أيضا أن نعترف أن انسداد أفق الحل السياسي، أن غياب أي تصور لدى الدول الغربية لضغط لتغيير النظام السوري مثلا أو لإيجاد تسوية، يضع لبنان الذي يعاني أساسا من هشاشة في وضعه الداخلي ووضعه الديموغرافي. من أراد أن يغير الواقع الديموغرافي في سوريا انعكس على لبنان، وللأسف اليوم المعايير الدولية التي تربط بين عودة اللاجئين، وهي مفهومة من جهة معينة، بين عودة اللاجئين والحل السياسي وإعادة الإعمار، في هنالك أفق غير محدود سقفه الزمني يقول للبنان لا نريد أن نأخذ اللاجئين، لا ليس هنالك من عودة، وبالتالي عليكم أن تتحملوا هذا الأمر. نحن أمام معضلة موضوعية بين مصلحة لبنان واستقراره الداخلي من جهة، وبين عدم استتباب الوضع الأمني والوضع السياسي في سوريا. مقابل هذا الأمر ماذا يمكن أن تقوم؟ أكيد الدولة اللبنانية، وأقولها بكل ثقة، هي أضعف وأعجز من أن تقوم بترحيل السوريين بشكل قسري. قد تقوم بعمليات ترحيل طوعي ليست كثيفة بالنسبة لعدد السوريين في لبنان، ولكن الدولة اللبنانية غير قادرة على ممارسة الترحيل القسري. في كل الأحوال الحدود اللبنانية مشرعة، وبالتالي من يذهب إلى سوريا لا أحد يمنع عودته. على لبنان أن ينشط من فعاليته الدبلوماسية وأن يتوقف عن السياسة غير المتوازنة، أن ينظم نفسه للتعامل مع الضغوط والدفاع عن مصالح لبنان لحل هذه الأزمة، وليس بهذه الطريقة الشعبوية التي في المحصلة لا تؤتي نتيجة، هي تزيد الوضع تتوترا ولا تعطي أي نتيجة. نعم دكتور، يعني ولكن في المقابل هناك عمليات تحشيد ضد اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، يعني يتعرضون لمضايقات وصلت إلى حد القتل. ما هي أوضاع السوريون اليوم؟ ماذا ينتظر السوريون في لبنان في ظل كل هذا التجيش والتحشيد ضدهم؟ لبنان يعني كمان أيضا نحن بحاجة للموازنة هنا. لبنان هنالك حالات من العنصرية ومن التحشيد ضد السوريين نشهدها منذ العام 2011، ولكن إذا ما قارناه بالنسبة لعدد السوريين نجد أن المجتمع اللبناني بكل تناقضاته وضعفه كان أكثر قدرة على استقبال اللاجئين السوريين من دول تفوقه وضعا اقتصاديا وعددا سكانيا وغيره. إذن هذه الحالات التحشيد التي نراها لا تنعكس بالضرورة لدى المجتمع اللبناني، يعني نحن كل فترة نشهد نوع من التحشيد والتعبئة وسنطرد وسنقوم وسنقوم. لم يشهد لبنان حقيقة جرائم كراهية كما كان الحال في تركيا أو في ألمانيا أو في غيره. إذن علينا أيضا وعلى المواطن السوري أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذا المجتمع اللبناني على الرغم من كل تناقضاته هو يستقبل 30% من عدد سكانه اليوم هم من اللاجئين السوريين. أقول ذلك ليس لتبرير أو التخفيف أبدا، العنصرية مدانة بشكل لا يتحمله، ولكن على رأينا أن نقرأ الأمور في إطارها العام. يجب الاستمرار في مواجهة خطاب العنصرية، ولكن نحن لا نستطيع اليوم بعد مرور أكثر من 13 عاما على الحرب في سوريا أن نستمر في النظر إلى هذا الموضوع كما كان الحال عليه في العام 2012 و2014. الحلول
المطروحة اليوم لا تسمح لبلد كلبنان أن يستطيع أن ينظر بعد 30 عام أو 20 عام في ظل انسداد تام للأفق السياسي أن يقول لا حل أمامي، دعوني أنتظر الحل السياسي. هذا أيضا على الجميع أن يفهم مصلحة لبنان. من لا يفهم مصلحة لبنان برأيي هو أداء هذه السلطة وهذه الحكومة، لأن الخطاب الشعبي والتحريضي لن يأتي بنتيجة لا اليوم ولا في الأمس ولا مستقبلا. نعم دكتور علي، نقطة أخيرة للاستفادة من وجودك معي. كذلك الوزير شرف الدين حمل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، يعني وكأن السوريين أصبحوا شماعة لتعليق أزمات لبنان عليها. ما هو تعليقك حول هذا التصريح؟ هذه أيضا كلها تصاريح وزير المهجرين، أصلا نصف المجتمع اللبناني لا يعرف حتى اسمه. واضح المهمة، عندما نقترب من تنظيم أحد المؤتمرات يخرج علينا وزير المهجرين ليقول هذا الأمر. صحيح لا يمكن لأحد أن ينكر الضغط الاقتصادي الذي يشكله وجود 30% من السكان السوريين في لبنان. يعني لا نحتاج إلى أن نختبئ وراءنا لنقول أن الاجتماع اللبناني حتما يعاني من ضغوطات. 30% من سكان لبنان اليوم هم من اللاجئين، ولكن تصوير وكأن أزمة الاقتصادية لبنان هي سببها اللاجئين السوريين، هذا نوع من الرياء والكذب. بكل بساطة لبنان أزمته الاقتصادية مرتبطة بسياسات اقتصادية خاطئة وفساد عمره من عمر انتهاء الحرب الأهلية. السوريون ليسوا مسؤولين عن تثبيت سعر الصرف، السوريين ليسوا مسؤولين عن سياسة رياض سلامي وعن إفلاس المصارف الاحتيالي، ليسوا مسؤولين عن ذلك. ولكن في المقابل لم يعد بإمكاننا فقط الركون للخطاب الحقوقي الصرف وأن لا نأخذ بعين الاعتبار أن الملف وعدم تقديم حلول جدية يشكل ضغطا كبيرا على المجتمع اللبناني، على المجتمع الدولي وأيضا على منظمات حقوق الإنسان السورية واللبنانية والدولية أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان وهشاشة الوضع في لبنان. نحن لليوم للأسف أسيرين بين خطاب يحاول أن يحمل اللاجئين السوريين في لبنان كل أزمات البلد بخطاب يلامس العنصرية في أحيان كثيرة، يقابله إنكار لحجم الضغط على المجتمع اللبناني من قبل المنظمات الدولية، ونكتفي فقط في الخطاب الحقوقي الذي لن يقدم حلول جدية. نعم، كنت معي من العاصمة اللبنانية بيروت الدكتور علي مراد، أستاذ جامعي وناشط سياسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.